بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الحبيب، ماذا يحدث إذا قرأت سورة الإخلاص 10 مرات؟ طبعا الجواب عند النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، البشير الذي بعثه الله بشيرا للمؤمنين، مبشرا بالخير، مبشرا بالسعادة. سورة قل هو الله أحد عبارة عن سطر واحد فقط، تقرأها يعني إذا أتقنت قراءتها وبهدوء خلال أقل من نصف دقيقة، فعشر مرات يعني 5 دقائق من وقتك كل يوم، ماذا ستخسر؟ نحن نجلس ساعات طويلة نتحدث في كلام فارغ لا يسمن ولا يغني من جوع، نجلس 3-4 ساعات على الموبايل على أشياء ليس لها أي قيمة، بل تضر ولا تنفع. طيب 5 دقائق كل يوم تقرأ سورة الإخلاص، ما الذي يحدث؟ استمع معي إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد. والله أيها الأحبة، يعني أنا شخصيا أستمتع بهذه الكنوز النبوية. 5 دقائق فقط أنت تقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بالعكس هي 10 ثواني، يعني دقيقتين أو أقل تقرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات. بنى الله له قصرا في الجنة. اليوم أحدنا إذا أراد أن يمتلك 100 متر مربع كم سيدفع؟ وانظر من يسكن فوقه وتحته وإلى جواره. طيب كيف ببناء قصر؟ وقصور الجنة أيها الأحبة ليست كقصور الدنيا التافهة الفارغة. قصرا في الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، هذا القصر قد يكون طوله قد تمشي به سنوات ولا تنتهي من عظم هذا القصر. إذا كانت الشجرة في الجنة يمشي الراكب في ظلها 500 عام ولا ينتهي من ظلها، لا يقطع ظلها، يعني ظل الشجرة مسيرة 500 عام، فكيف بالقصر الذي فيه حدائق وأشجار وأنهار تجري من تحته وزروع وثمار، أنهار من عسل تمر بجوار هذا القصر، أنهار من لبن، أنهار من خمر غير مسكر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن، غير ماء الدنيا هذا الملوث، ماء نقي. طيب كل هذا ب5 دقائق كل يوم أو حتى دقيقتين مثلا. طيب كم واحد منكم يطبق هذا الحديث؟ كم واحد يتذكر أن يقرأ سورة قل هو الله أحد 10 مرات؟ والله أتوقع العدد قليل. لذلك أحبتي في الله، هذه السورة لها ثقل عظيم عند الله، لها قيمة كبيرة عند الله. طيب لماذا اختار النبي هذه السورة بالذات؟ مع العلم أن القرآن فيه 114 سورة، ما الذي يميز هذه السورة؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد لنا أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل 1/3 القرآن، ومن قرأها 3 مرات فكأنما ختم القرآن. سبحان الله. طيب ماذا يوجد في داخل هذه السورة؟ دعوني أتأمل معكم
ماذا يجب أن نفهم؟ لأن الحقيقة القراءة ليست مجرد قراءة عشوائية، القراءة يجب أن تقتنع بهذه الكلمات. يعني عندما تقول قل هو الله أحد ثم تذهب وتعبد المال وتلهث وراء المال، أنت كأنما جعلت شريكا لله هو المال. لن تستفيد من قراءة حتى لو قرأتها مليون مرة. على فكرة يعني القراءة هنا ليست مجرد قراءة، القراءة هنا تعني أن تؤمن وتقتنع وتطبق. حتى نحن في البشر، يعني في عالم البشر، عندما تقرأ قانون مثلا، تدخل في مكان وهناك قانون أو لافتة مكتوب عليها قانون ممنوع التدخين، تقول أنا قرأتها 100 مرة، وبعد ذلك تخرج سيجارة وتدخن، ما قيمة هذه القراءة؟ لا معنى لها. لأنك لم تقتنع ولم تفهم. إذن ينبغي أيها الأحبة، لكي تضمن بناء القصر ينبغي أن تفهم ما تقرأ. قل هو الله أحد، أي أن لي إلها واحدا أتوكل عليه، أسلم نفسي وأمري إليه، أفوض شؤوني كلها له سبحانه وتعالى، وهو الذي يحكم الكون، فلا يستطيع أحد أن يؤذيني إلا بإذنه، ولا يستطيع أحد أن يعطيني إلا بإذنه، ولا يستطيع البشر أن يحرموني من شيء ولو ذرة إلا بإذنه، وإذا مرضت لا أشفى إلا بإذنه، وموتي أجلي بيده وحياتي بيده. هذا معنى قل هو الله أحد. وإلا قد يأتي ملحد ويقول لك قل هو الله أحد، هل تنفعه وهو لا يؤمن بالله؟ طبعا لا، هي وبال عليه، بل هو عليهم عمى، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله الصمد هو الذي يلجأ إليه وقت الشدائد. طيب لنطبق هذا عمليا، كم واحد منكم ممن يسمعني الآن إذا أصابه مرض لجأ إلى الله أولا قبل الطبيب؟ كم واحد منا إذا أصابته مصيبة لجأ أولا إلى الله قبل أن يلجأ إلى الناس؟ هل دماغك فورا يفكر بالله أم يفكر بفلان وفلان وفلان وفلان؟ هذا هو الفرق أيها الأحبة. لم يلد ولم يولد. إذن الله واحد، إذن هو القوي، إذن هو غير محتاج لأحد. أنا وأنت نحتاج للولد، ولكن هو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد. يجب أن تقتنع أن الله ليس بحاجة لأحد ليكرمك، يعني لن يأخذ موافقة من فلان حتى يرزقك. لذلك فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغي الرزق عند فلان من البشر، فابتغوا عند الله الرزق. الله هو الذي يضر وينفع وليس فلان. طيب هذه الثقة نحن بحاجة لها أيها الأحبة. للأسف مشاكلنا معظمها بسبب فقدان الثقة بالله. نتوجه للأسباب المادية، نخشى ضيق الرزق، نخشى المرض. يعني أيام كورونا مثال، كم واحد منكم كان مطمئنا لا يخشى أي شيء إلا الله؟ قليل، موجود ولكن قليل. معظم الناس بدأ يلهث وراء الإجراءات الاحترازية والوقائية، ويبتعد عن هذا وكذا وكذا، خوفا من وهم، هو فيروس يعني، هو معلومة.
لا وجود له حقيقة، هو معلومة يعني كائن غير مادي، مش ليس يعني ليس بكتيريا حتى، ليس كائن كامل، هو معلومة، شريط وراثي فقط، معلومة هي التي تدمر أنظمة عمل الجسم وتفتك به. هذه المعلومة هي بيد الله، هو الذي أرسلها، هو الذي سخرها، لا يصيب أحدا إلا بأمره، مكتوب عند الله. طيب هل كنت مطمئنا في ذلك الوقت؟ الآن إذا قيل سيأتي فيروس ويفتك بالبشر، هل حقيقة تبقى مطمئنا وواثقا بالله أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله عليك، وأنك لن تأخذ من هذه الدنيا إلا ما قدره الله لك؟ إذن هنا أيها الأحبة، إذا قلت لي نعم أنا أثق بالله وأتوكل على الله وألتجئ إلى الله ولا أخشى إلا الله، وأنا في شوق للقاء الملك سبحانه وتعالى، وأنا أفوض أمري وهمومي ومشاكلي أضعها بين يدي الله، في هذا الوقت أقول لك فعلا أنت فهمت ماذا يعني قل هو الله أحد، والله تعالى بناء على ذلك سيبني لك قصرا في الجنة. رأيتم كم العملية تحتاج إلى مجاهدة للنفس؟ أنا حتى أصل إلى درجة اليقين أحتاج إلى أن أجاهد نفسي كثيرا أيها الأحبة. وبالتالي يعني تدبر وفهم وتطبيق هذه السورة هو أمر ليس بالسهل، إلا ما يسره الله. إذا أردت أن تجعله سهلا سيكون سهلا. يجب أن تتخلى عن ماديتك وعن حبك للدنيا وتتعلق بالآخرة، يجب أن يتعلق قلبك بالآخرة وتتشوق للقاء الله عز وجل. يعني من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. أنا إذا قدر الله علي الموت في لحظة معينة، هل أهرب من لقاء الله وأنا أعلم أن الذي يفصلني عن لقاء الله هو الموت؟ هناك حاجز هو الموت يفصلني عن لقاء الله، هل أهرب منه؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام ألم يخير أن يعيش ما شاء؟ اختار الرفيق الأعلى، بإمكانه أن يطلب من الله ويدعو أي دعوة، ودعوة الأنبياء مستجابة، يطلب من الله أن يعيش 1000 سنة، ولكن هو يعلم أن هذه الدنيا لن تغني عنه شيئا من الله، وهو يتشوق للقاء الله. بل الرفيق الأعلى كان يقول وهو على فراش الموت، بل الرفيق الأعلى يشتاق للقاء ربه سبحانه وتعالى. هذا هو حال المؤمن، هذا الذي يجب أن تكون عليه بعد قراءة قل هو الله أحد بهذا المفهوم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.